اهلا بكم مره ثانيه. طبعا حضراتكم تابعتوا معانا مجموعه لقطات كده حصريه من تدريبات الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي منذ قليل. اكيد عايزين نتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل كتير متعلقه بلقاء الاياب بين الاهلي والاتحاد المنستيري التونسي، وكمان عما هو قادم سواء محليا وانطلاقه الدوري امام الاسماعيلي او قاريا والبطوله اللي احنا بنشارك فيها بمنتهى القوه. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده، كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر بالاتحادين المصري والافريقي لكره القدم. يا صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك يا كابتن. صباح الخير يا كابتن كريم. صباح الخير يا نهند، وسعيد ان انا نلتقي بعد مده كده ان شاء الله. ليه بقى ما جيتش بقالك فتره يا كابتن؟ لا بقى كنت بتفرج عليكم بس اشوف. انا عارفه ده على حاجه من متابعين البرنامج، متابعين لكم على طول. يشرفني. لا نورنا. خلينا بقى نبدا كده بامبارح، لان احنا زي ما كنا بنتكلم انا وحضرتك قبل الهوا، احنا لعبنا ب 4-2-3-1. الخطه كده، لكن او اللعب طريقه اللعب كده، لكن بتفرق بقى من طريقه اللعب كخطه على الارض بتترجم وغيره. امبارح شفنا في استحواذ شديد جدا، كولر ما عندوش فكره ان انا ابدا والعب لعب مقفول وادافع اكتر، لا الراجل بيستحوذ، الراجل بيهاجم، وده اللي احنا او دي كره القدم في النادي الاهلي احنا نعرفها اصلا، فربما عادت مره تانية. خلينا نبدا بدي. طب ما نبدا بعوده الروح، ما دي كلها داخله في بعض. طبعا عوده الروح حقيقي، عوده الروح لفريق النادي الاهلي، عوده الروح من حيث الاداء وعوده الروح من حيث التنفيذ والفكر للاعبين. طب نقول ايه؟ لان ناس كتير بتختلف، او بنقول طريقه اللعب اللي هي في كل 4-2-3-1 او 4-3-3 او 3-4-3، كل دي طرق لعب، لكن تختلف الطريقه واحده، الخطه تختلف الخطه اللي بينفذها المدرب بالزبط. من خلال الخطه دي، من خلال طريقه اللعب. تقول لي ايه الخطه؟ الخطه اللي هي واجبات اللاعبين داخل الملعب. تبدا الخطه امتى؟ يعني الطريقه، طالما ما فيش كره في طريقه قبل الملعب، قبل المباراه ما تبدا في طريقه وانس، او في مرحله اول ما الكره تتحرك في الملعب سواء مع الخصم او مع لاعبي النادي الاهلي تبدا الخطه بقى. الخطه ايه؟ الواجبات اللعيبه داخل الملعب بما فيهم حارس المرمى والعشر لاعبين اللي قدام، كل واحد بقى له دور، الدور ده بقى هي دي الخطه. ازاي بقى ينفذوا الكلام ده؟ فاحنا قلنا عوده الروح. الروح ايه؟ ان فرقه النادي الاهلي مش الاستحواذ وبدون فايده، وانت ممكن تستحوذي وما تسجليش اهداف، لكن الاحظ ان في مباراة أمس اللي هي المباراة اللي اتلعبت امبارح، لو نلاحظ الثلاث أهداف في هدفين منهم من الضربات الثابتة، يعني صحيح. اتنين ضربات ركنية، واحدة اتعملت ضربة ركنية مباشرة وضربة ركنية الثانية القصيرة ثم اتلعبت. طيب إذا أنت أضفتي حاجة من الحاجات اللي كانت ناقصة النادي الأهلي. كنا بنلعب لنا في الماتش 10 ضربات ركنية ما نستفدش منها، ما فيش فيها أداء. هنا بقى الخطه اللي معموله داخل طريقه اللعب، الخطه ايه؟ ان مين اللي هيتحرك على الايمن قريب، مين هيتحرك على الايمن بعيد، مين اللي بيعمل كروس جواهم عشان يربك المدافعين اللي هم موجودين، بحيث ان حمدي فتحي يسجل الهدفين. سواء واحده بضربه راس بالامام ثم بمهاره بالخلف. كل ده بقى كان ناقص النادي الاهلي في الفتره السابقه. حضرتك كنت بتقول في السياق اجابتك على سؤال لهواند ان كل لاعب ليه دور. بيتهيألي في بعض الحالات كان اللاعب عليه كمان اكتر من دور، زي ما حصل مع الديفندرات. يعني شفنا في لقاء الاياب بصفه خاصه ان يعني الى حد كبير الديفندرات كان عندهم حريه في اللي هم كمان يبقى عندهم نزعه هجوميه، والنزعه الهجوميه بدورها تحسها كانت حاضرة قوي في سياق المباراتين الحقيقة، في الذياب والإياب. فهل دي إشارة إن هو بيفضل الهجوم؟ طبعا دي أكيد حاجة كويسة، أكيد أن الهجوم هو اللي بينتج عنه أهداف. ما هو الأساس في كرة القدم الدفاع الثابت، يعني الدفاع صلب، دفاع متحكم، دفاع ملتزم، ثم التطوير للهجوم. فإحنا كان قبل كده بنشوف دفاع بس صحيح. لكن التطوير ده كان بياخد وقت. اهم حاجه بقى الوقت ما بين الدفاع والهجوم، ان التطوير يعني اطور الكوره ان انا العب بيها عشان اطيب بيها الجزء الهجومي. فدي واجبات على اللاعب، ان ايه؟ مش انت مدافع تقطع الكوره بس او تستخلص الكوره من الخصم، طب وبعدين؟ لازم يكون لها دور تاني. ازاي ابني هجمه؟ ازاي ابني
دور للمهاجمين انهم يسجلوا اهداف من خلال تمرير، من خلال ترقيص، من خلال محاوره، من خلال اوفر، كل دي بتتحول. فهو خلى لاعيبه النادي الاهلي، اي لاعب في كره القدم العالميه لابد ان يقوم بالدور الدفاعي ويقوم بالدور الهجومي. الدور الدفاعي امتى؟ اول ما يفقد الكوره تبدا حارس المرمى والعشرة اللعيبه اللي قدامه ازاي نستخلص الكوره من الخصم. ده الدور الدفاعي بتاعنا، دي خطه. ثم ازاي خدناها، ازاي ننقلها ونطورها ونحورها ونوصل بيها عشان نسجل بيها اهداف. لان الكره ما بتسجلش الا يعني الهدف بيتسجل بهدف، بهدف ايه؟ ان انا استخلص الكوره عشان اجيب الاهداف. صحيح. شفنا الجول بتاع عبد القادر. ما الكره اصلا كانت مع الخصم، استخلصناها، اتلعبت طويله، لعبها له اتلعبت من ناحيه الشمال، فعلي معلول لعبها له، ما هو مدافع. ده اللي انا بقول عليه، ان المدافع ازاي يطور هجومه. راح لعبها لعبد القادر، هذه مهارته. لابد ان يكون في كل فرقه المهارات اللي زي عبد القادر دي، لان هو بمهاره قدر يتخلص من الخصم، وبمهاره قدر يسجل الهدف. فلابد ان الفرقه الحمد لله الحمد لله بدات دلوقتي ما تعتمدش على لاعب واحد، ما تعتمدش على اسلوب لعب واحد، ما تعتمدش على كور طويله واللي هي دي دايما في صالح المدافعين اللي هم الخصم يعني بيستخلصوها، لكن ازاي احنا نبني هجمه بناء صح في المساحات والفراغات اللي شايفينها. كلام جميل. انا عندي كذا سؤال انا وكريم واستفسارات داخله في بعض، يعني مش عارفه اروح فين ولا ابدا منين يودي على فين. بس ما يكونش صعب. لا مش حاجه صعبه عليك كابتن فتحي دي اكيد. بس طيب انا اصلا عايزه اتكلم برضو عن كذا نقطه. خليني ابدا بفكره هنا الطرق اللعب. هل ممكن ان انا دلوقتي كمدير فني واتكلم عن مارسيل كولر تحديدا ونجاحه في البدايه مع ملف افريقيا يختلف شويه مع الدوري وبدايه بقى الانطلاقه والاسماعيلي؟ عندنا ثلاث مباريات قبل طبعا السوبر ولسه هنتكلم فيها، بس هتشوف ده ازاي بتقييم كابتن فتحي نصير والخبره اللي عند حضرتك وقراءتك اللي لسه مش هنقدر ان احنا نستشفها بشكل كامل عن مارسيل كولر، بس سو فار زي ما بتقال كده شايف ايه؟ لا المدرب يعني احنا ممكن نحكم على ناس كتير، تحكم على المدرب يقول لك ايه لازم يلعب ثلاث ماتشات، لازم بعد ست ماتشات، بعد سبع ماتشات. لا، في مقاييس دلوقتي حديثه. ده الكلام ده كان زمان نقعد نسيبه خمس ست سبع ماتشات بعد سنتين نقيم. لكن دلوقتي في زي ما زمان هو كان في حاجه اسمها كان يعملوا التليكس ثم بعدين يعملوا الفاكس ثم يعملوا مثلا الميل ثم يعمل الحاجات دي كلها. تطورت ازاي بقى دلوقتي؟ حتى في الكره تطورت. تطورت ازاي؟ احكم على المدرب. يعني احنا في محاضراتنا في الاتحاد الدولي ان ممكن تحكم على المدرب من اول، لا اما في التدريب احكم عليه، لا اما في المباراه احكم عليه. اوكي. طب وهو هنقول دلوقتي احنا بنتكلم السؤال بتاعك على المباراه. المباراه دلوقتي بنقول ان هو بيلعب، هنشوف ايه طرق او خطه لعبه. طريقه عرفناها، خطه لعبه في تنفيذ ان اللعيبه تعمل الواجبات. اول حاجه مثلا الضربات الثابته. اوكي. لان الضربات الثابته دي بتبين المدرب ده بيشتغل او ما بيشتغلش. عرف يختار وينتقي اللعيبه مين اللي هيرفع ومين اللي هيستقبل ومين اللي هيسجل. فدي نقدر نقول واضحه، احنا قلنا مسجل هدفين من ضربات راس، مش ان هي الجول اللي سجلناه هناك من ضربه ثابته برضو وضربه راس. اذا في ثلاث اهداف من الاربعه بضربات راس بلاعيبه مختلفه. اذا هناك شغل من المدرب بيحفظ بيه اللعيبه ان ازاي في المواقف دي نقدر نسجل اهداف. اذا هي دي الطريقه اللي بنقول عليها. كويس. هل وسو فار تقييمك لمارسيل كولر ايه من الجمل اللي واضحه؟ من الجمل اللي واضحه يعني في كتير هياخد، يعني نقول عنده كتير، بس هو صابر على اللعيبه تحفظ اكتر. كل ما اللعيبه هتحفظ اكتر كل ما مستوى النادي او الفرقه هترتفع. كويس. وبعدين ما بيعتمدش على انه ايه امتى يغير لعيب. يعني امبارح طلع اكرم ونزل هاني. طب ليه؟ لانه طلعه عاوز هو اطمئن لاكرم دلوقتي واطمئن للنتيجه الاول واطمئن لاكرم، فاستغل التغيير بتاعي في ان انا اقدم لاعب تاني بحيث عدد السكواد بتاعي اللي هم 12 لاعب اخليهم 15 لاعب، اخليهم 16 لاعب.
فده اللي يطمننا للي جاي ان شاء الله. على ذكر بقى الطمأنه والطمأنينه، خلينا نطمن على تدريبات الفريق النهارده الصبح كانت عامله ازاي، ونروح مع حضرتك واكيد مع مشاهدينا في كل مكان لزميلتنا العزيزه سالة حامد، هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك في البدايه، واكيد برحب بيك يا نهاوند وبالكابتن الكبير طبعا نضيفكم الكابتن فتحي نصير وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن خليني يا كريم زي ما انت قلت اطمنكم على حاله الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. يمكن يعني بعد مباراه امس طبعا امام نادي الاتحاد المنستيري في مباراه الاياب من الدور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، يعني سجل طبعا الاهداف احمد عبد القادر وهدفين لحمدي فتحي. يمكن يعني بعد مباراة أمس قرر مستر مارسيل كولر يعني بدون راحة الفريق يواصل تدريباته بشكل طبيعي. يمكن النهاردة التدريب كان في الفترة الصباحية، الفريق اتجمع الأول للساعة 9:30 وبعد كده بدأوا التدريب بالساعة 10:15، وإن شاء الله يعني كمان البرنامج يعني فريق الأول لكرة القدم لحد موعد مباراة يوم الأربعاء هيكون بنفس يعني الحاجة. التدريب بكرة إن شاء الله برضو هيكون في الفترة الصباحية الساعة 9:30 الصبح التجمع والساعة 10 التدريب، وبعد كده يوم الثلاثاء إن شاء الله الموعد التدريب هيتغير يعني شوية، هيكون بعد العصر في الفترة المسائية وهيكون الساعة 5 العصر، عشان بعد كده الفريق هيدخل في معسكر مغلق هو وجميع يعني الجهاز الفني وجميع اللاعبين عشان يكونوا في حالة تركيز لمباراة يوم الأربعاء، وطبعا يستعدوا بشكل قوي إن شاء الله. يعني مباراة يوم الأربعاء النادي الاهلي يفتتح مشواره في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم للموسم الحالي. يمكن ان شاء الله يعني اول مباراه للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري هتكون امام نادي الاسماعيلي، دي الجوله الاولى ان شاء الله من بطوله الدوري، واللي هتقام في تمام الساعه 5 مساء على استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه. يمكن زي ما انا قلت النهارده الفريق اتجمع الساعه 9:30 وبعد كده اتمرنوا الساعه 10:15. ويمكن خليني اقول لك يا نهاوند وكريم وطبعا للكابتن فتحي نصير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي انه الاول التدريب يعني بدأ باجتماع ما بين مستر مارسيل كولر وجميع لاعبي النادي الاهلي للحديث طبعا عن يعني مباراه امس وغلق الصفحه دي والتركيز طبعا يعني في البطوله القادمه وهي بطوله الدوري، ان هم يقفلوا صفحه دلوقتي بطوله افريقيا ويركزوا في مباريات في يعني بطوله الدوري. بعد كده الفريق بدا التدريبات بشكل طبيعي، طبعا اللعيبه اللي شاركوا امبارح في المباراه ادوا بعض التدريبات البسيطه والخفيفه، ولكن اللعيبه يعني اللي ما شاركتش او اللي كانت موجوده يعني في دكه البدلاء يعني شاركوا في التدريب ببعض التمرينات القويه ده استعدادا طبعا لل البطوله والمباراه القادمه. كمان يعني على هامش المران كان متواجد اللاعب عمار حمدي اللي كان بيواصل التدريبات يعني بشكل طبيعي، طبعا البرنامج التاهيلي الخاص بيه واللي طبعا محطوط له تحت اشراف الجهاز الطبي برئاسه الدكتور احمد ابو عبله، يعني كان بيواصل التدريبات وكان يعني موجود على هامش المران، كان بيلف حول الملعب وبيؤدي بعض التدريبات البدنيه الخاصه ببرنامجه التاهيلي. كمان يعني التدريب شهد زياره وتواجد المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي التشيكي مستر مايكل بروكش، ويمكن كان متواجد النهارده يا كريم ونهاوند عشان يعني يطمئن على حاله اللعيبه الشباب في صفوف الفريق الاول لكره القدم. وكمان كان عنده اجتماع مع الكابتن السيد عبد الحفيظ، ويمكن كان في برضه مناقشه ما بينه وما بين بعض اللعيبه الشباب قبل بدايه التدريب، فكان متواجد النهارده وما زال متواجد يعني حاليا في ملعب مختار التتش عشان يطمئن على جميع اللعيبه الشباب في صفوف الفريق الاول لكره القدم. يعني بطمنكم على حاله الفريق، يعني كل حاجه مستقره الحمد لله وجميع لاعبي النادي الاهلي بخير. يعني دي كانت اخبارنا النهارده المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم. اكيد انا معاك يا كريم ومعاك يا نهوان لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. وانا عن نفسي ما عنديش اسئله الحقيقه، يعني كالعاده يعني الامور وافيه وكافيه. لو انت عندك لا طبعا يعني انا شايفه ان انت اديتينا فكره شامله طبعا على حاله الفريق وفكره كمان التفاصيل والكواليس، اعتقد تغطيه رائعه منك يا سالة. لكن عرفينا كده بما ان انت موجوده دلوقتي برضو عن حاله الطقس لو تقدري، وكمان الحاله المروريه، بس سريعا استاذنك اتفضلي. اكيد يا نهاوند، يمكن خليني طبعا اكلمك على الحاله المروريه. يمكن الحاله المروريه يعني ان انا كنت جايه النهارده من ناحيه الدقي والعجوزه والحي الزمالك، طبعا يعني كل المناطق القريبه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن كانت الحاله المروريه جيده، كان في شويه زحمه ولكن الحاله المروريه كانت جيده. كمان يعني خليني اكلمك شويه عن الاجواء هنا داخل مقر النادي. يمكن بعد طبعا ما يعني بدات المدارس والجامعات فيعني التدريبات توقفت، يعني اللي كانت موجوده في الفتره الصباحيه بقت التدريبات كلها يعني لكل
اعضاء النادي الاهلي بقت بعد العصر، فيعني التوافد على مقر النادي ما بقاش زي الاول، يعني دلوقتي بقى قليل شويه. يمكن المتواجدين اكتر هم يعني كبار السن، عشان طبعا بيجوا يستمتعوا بالاجواء هنا في الفتره الصباحيه، ويمكن بيأدوا كمان يعني بعض التدريبات قبل ما الفريق بيبتدي يعني التدريب على ملعب مختار التتش، يمكن بيستغلوا يعني انه الملعب فاضي عشان يأدوا بعض التدريبات يعني البدنيه عشان يحافظوا على لياقتهم وطبعا صحتهم. يمكن كمان بالنسبه للطقس، يعني خليني اقول لك ان الطقس النهارده يعني الجو حلو، يمكن يعني ده اللي مخلي برضو الناس يعني اللي بتيجي تتوافد على مقر النادي يعني من كبار السن في الساعات الاولى من صباح اليوم. يمكن زي ما انت شايفه يعني في شويه هواء، وكمان الشمس مش قويه النهارده شويه، فيمكن يعني الطقس يعني الحاله جيده، وكمان الحاله المروريه جيده. رائع جدا منك، شكرا جدا يا سلام، اشكرك. تغطية جميلة من سالة أكيد. لا لا ما شاء الله. بنت النادي برضو سالة يعني من وهي بيبي. متمكنة طيب برضو عايزين نعرف رأي ورؤية حضرتك للأسماء اللي استجدت ضمن سكواد النادي الأهلي، تحديدا شادي حسين وبرونو سافيو، وشايف طبعا أكيد نفس الكلام اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، فكرة إن الحكم المسبق على المدير الفني لازم ياخد وقته الأول عشان ونبقى شايفين له أمارة بمجابهة نقدر نحكم عليه. أعتقد إلى حد كبير الكلام ده برضو ينطبق على اللعيبة الجداد، وإن كان برضو الأمر لا يخلو من إن تشوف تاتشات معينة يطمنك يتقلقك، فحضرتك شفت إيه؟ طب أستأذنك كريم، من خلال التقرير هي قالت على حاجات بالنسبة يعني برضو أنت عايز أمارة للمدرب. لو نلاحظ ان هو امبارح بعد المباراه مرن اللعيبه اللي ما لعبوش في نفس الاستاد في استاد الاهلي، النهارده جه مرنهم الصبح، يعني عشان اللعيبه ما تسهرش. معنى ان انت هتصحى الصبح مثلا 9:30 في النادي الاهلي، يعني اللي ساكن بعيد عن النادي الاهلي اديله ساعه، يبقى لازم يكون هيمشي من بيته على الاقل 8:30، فيعني لازم هيصحى 8:30 هيمشي، يبقى لازم يصحى 8، يبقى لازم يروح ينام. لو ما فيش حل تاني هتنام كويس. فهو عمل التمرين ده كده، وعامل بكره نفس الحكايه. اللي هو بكره يعتبر كويس. ايه الاثنين هو تمرين النهارده على فكره لغايه دلوقتي شغال، يعني اللقطات اللي معانا على الهواء هي على الهواء فعلا. هنيجي يوم الثلاث، ليه عمله متاخر؟ لان عمله متاخر، عمله الساعه 5 لان قربوا من وقت المباراه، عشان المباراه هتبقى بعد الظهر مش هتبقى الصبح. ايوه. وفي نفس الوقت بيديهم جرعه اكتر يريحوا الصبح، وبحيث 5 دي بعد التمرين هو داخل فين؟ معسكر. فداخل معسكر هيبقى تعبان فلازم ينام. لان هو تعب اللاعب، ولما بيخش معسكر هو بينام على سرير، مش هو السرير اللي بينام عليه كل يوم. ايوه. فالسرير دايما او المكان اللي بتنام عليه كل يوم بتتعود بتنام، لكن لما يكون مكان جديد تشوف جديد، فيو جديد، حاجه جديده، بتقعد شويه قلقان وما بتنامش. لكن لما هو يمرنه يبقى يجهده، يبقى غصب عنه مش هيقعد الحاجات دي يمر بيها. طب. اللي هي حاجات نفسيه دي، فهينام. اما ينام هو بقى في الحاله دي يبقى نايم، لان ليله المباراه هيكون فيها نوم. دي برضو مش هي مش بتيجي بالصدفه، فلازم نحللها. يعني زي ما بنحلل المباراه احنا بنحلل البرنامج بتاعه ازاي بيطلع وبينزل مع اللعيبه في تمرين. على كل حال احنا هنرجع، لا احنا قبل ما نرجع بقى هنروح فاصل، بس يعني المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده على الهواء مباشره، ده دلوقتي التمرين في ملعب التتش للفريق الاول. هنروح فاصل ونرجع كابتن فتحي، لان عايزين نتكلم بقى الحركة اللي اتكلمت عنه دي يمكن تطمننا شويه عن فكره الضغوط اللي مرينا بيها قبل كده ما بين افريقيا والدوري. مارسيل كولر بالفكر ده اعتقد والخطه دي هيتغلب، حتى لو حصل ان الجدول كان تاني مرهق، اعتقد بالطريقه دي ممكن ان احنا نتغلب على ضغوطات يعني المباريات والضغوطات اللي مر بيها او للاسف الشديد تعرض ليها لاعبتنا. نروح فاصل نرجع نعلق على النقطه دي، على النقطه دي وسؤال او عندنا بقيه الاسئله كمان. فاصل ونرجع نكمل. نروح لا احنا عندنا سؤالين قبل ما نروح. لا طب ما نروح ونيجي، يعني نروح ونرجع للسؤالين. خلاص نتمشى واحنا رايحين
نجاوب على السؤالين. اصل كنت هروح لحاجه ثانيه خالص، بس لا خلينا نجاوب السؤالين احسن اللي احنا قلنا عليهم قبل ما نروح الفاصل. السؤال الاول منهم كان متعلق برؤيه حضرتك للاسمين دول بالتحديد من الاسماء المستجده، شادي حسين وبرونو صادق، اللي هي الصفقات الجديده. مش هنقدر نقول ان هم يعني لازم اقول انهم لعيبه السوبر عشان النادي الاهلي جابهم، دي اكيد يعني، لان شافوهم من كذا منظار من كذا حته وقروا الهيستوري بتاع كل لاعب فيهم. يعني شادي شافوه في المباريات اللي لعبها، في مباريات مختلفه خارج ملعبه داخل ملعبه، مين اللي بيلعب معاه، الاهداف اللي بيسجلها، طريقه تحركاته، بيخدم اللعيبه اللي جنبه ولا لا، يعني يعتمد عليه، ده درسينه. فاذا بس هي ينقصه بقى الاثنين ان ازاي يتربطوا مع الفرقه، يعني لازم ازاي يتربطوا. انت لما بتكون بتودي عربيتك الميكانيكي وبيغير فيها حاجه يقول لك معلش شويه كده، لما هتبدا تتطبع وكده تتطبع يعني عايزه انها تمشي بيها شويه. هنا بقى ما بنقولش انها يمشي بيها شويه، يلعب شويه مع اللعيبه، لازم الفيلينج او الروح الاداء بتاعهم كده، لازم العين بعد كده هتشتغل. يعني ايه ان انا ابص لك بعيني اعرف انك هتمررها لي كده، دي مش من يوم وليله، مش هتعلم لغه العين ولغه الكلام ولغه كده. بالاضافه ان المدرب نفسه هو بيشرح لهم، بس طريقه التنفيذ، ما هو اللاعب مش هينزل لوحده، يعني سيف ده مش هيبقى ده جنبه 9 لعيبه في الملعب غير حارس المرمى، شادي جنبه لعيبه تانية، ازاي يربط معاهم بقى، دي اللي هتاخد وقت. غير المدرب احكم عليه قبل بكتير من اللاعب. طيب كنت برضو بسال حضرتك كابتن فتحي عن قصه يعني قدره المدير الفني ان هو يقدر يتجاوز اي مشكله في جدول المباريات والضغوطات اللي احنا بقالنا للاسف موسمين بنعدي بيها ويتجاوزها، لان احنا مش هنقدر ندخل الموسم ده ونقول يا رب الجدول يبقى كويس ولا ما يبقاش فيه ضغوطات، يعني لازم نعمل حسابنا ان ده ممكن يبقى وارد جدا. ده هيبقى وارد وهو هيبقى وارد فعلا. عشان بس ما يبقاش فيه يعني طموحات غير مشروعه زي ما بيتقال. فلكن معانا سو فار مدير فني من خلال البروجرام اللي هو وضعه، وزي ما حضرتك اتكلمت ان هو التدريب ليه مواعيد معينه بتجبر اللعيبه ان هم تلتزم، فدي اعتقد برضو خطوات رائعه جدا ربما تقضي على اي مشاكل بعد كده في جدول مباريات. هي مشكله المدرب هيبقى نقص الاجهاد، والاجهاد لان اللعيب متكرر في المباريات، لكن هو دلوقتي احنا قلنا عاوز يفتح السكواد شويه، عايز يفتح القاعده شويه، تغييره للاعبين ننزل قفشه حسين الشحات وهاني، يعني عايز يخلي ال 11 ال 10 الاولين بقوا 13، هو عايز يزودهم شويه كمان عشان لما تيجي مباريات يقدر لو لاعب فيهم مش هيلعب سواء انذار او اجهاد او كده هيلاقي البديل الكفء اللي يقدر يكمل. فهو بس عاوز يثبت القاعده شويه، يعني يثبت الفريق ثم القاعده. ايه الفريق والقاعده؟ الفريق اللي هم ال 11 اللي بيلعبوا، القاعدة اللي هو بيختار منها، لأن الفرقة مثلا عنده دلوقتي 22 لاعب 23 لاعب بيختار منهم الأول خالص 18 لاعب هم دول اللي هيلعب بيهم المباراة، بعد كده بيختار من ال 18 11 لاعب اللي هيبدأ، يتبقى 7 بدلاء، عاوز يضمن السبعة دول إن هم في مستوى ال 11 بحيث ان هم لما يخشوا بديل يعمل روتيشن ما بين. هو ده ممكن يكون السبيل الوحيد عشان ما نقعش فيه اللي نواد بتتكلم مع حضرتك عليه، فكره ان تلاحم المباريات والاجهاد، فكره ان انت عندك سكواد جاهز ودكه يمكن اجهز. هو ده بقى هو اللي بيركز فيه دلوقتي بعد ما عرف اللعيبه ودرس اللعيبه وحفظهم وعرف امكانيات كل لاعب. بالزبط. هو بدا دلوقتي حط بلانه بيختار لعيبه ثم ان هو ازاي البدائل اللي هو هيعملها، وبعدين ممكن يعمل بدائل تانية داخل اللعيبه نفسها، يعني داخل ال 11 ممكن يعمل بدائل، يعني يغير مراكز لاعبين داخل طبعا. يعني طبعا. دي معروفه ان هي كده. طيب انا ممكن اختم بقى بالسؤال لان الوقت خلص كابتن فتحي للاسف الشديد. ضربه البدايه مع افريقيا الحمد لله واتحاد المينستيري كانت ضربه يعني موفقه جدا الحمد لله، وبدايه كده زي ما بيتقال بتبني عليها، يعني زي ما بيتقال بتبني عليها بنايه حلوه. ولكن هنروح للدوري سريعا، لو انا دلوقتي بقول الموسم الثالث ببدا بيه الاسماعيلي، وناس كتير عندها تخوف يو الاسماعيلي
وتاني وتالت مره حاجه غريبه، وناس وفي ناس مش متفائله. انا خليني اروح لتوقعات كابتن فتحي كده من رؤيتك وخبره حضرتك برضو. انا بتكلم بضربه البدايه مع الدوري باذن الله مع الاسماعيلي، بتشوفها هتكون ازاي؟ لا ما اقدرش اقول حتة مع الاختلاف اللي دلوقتي في النادي، يعني هناك جريد وما برضو كان مدرب النادي الأهلي ومدرب يعني فاهم وعارف ومدرب عارف يقود فرق كده، هي بداية تقيلة أكيد. لكن الأهلي هو الأهلي، الأهلي هو الأهلي أيا كان الفريق قدامه. الفريق البطل عارف أن قدامه 17 فريق لابد أن يتفوق عليهم عشان ياخدوا بطولة، فده أحد الفرق، حق مشروع للفريق التاني نفسه، بس لا زال النادي الاهلي هو الفريق البطل. والبدايه خبراته الموفقه هتفرق معانا بتهيألي، خبراته خبرات لعيبه الاهلي هناك، مجموعه جاب مجموعه لعيبه كتيره كويسه، بس اللي في صالح النادي الاهلي بقى ان لعيبته لا زالوا هم موجودين. فالاساس موجود، التوليفه موجوده، الروح بتاعت افريقيا اللي احنا قلنا روح الفرقه رجعت هترجع وتدي دفعه لبدايه الدوري ان شاء الله. ونتمنى تبقى دفعه حلوه برده من ناحيه النتيجه ومن ناحيه كمان اللعبه على الارض اكيد، ده اللي إن شاء الله احنا بنطمح له. كابتن فتحي نورتنا بجد، شكرا لحضرتك جدا. الله يكرمك يا دوب، يعني نلحق نشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، وان شاء الله ما تغيبش عننا بقى الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ويخلونا نطلع فاصل سريع جدا مشاهدينا في كل مكان، وبمجرد العوده من الفاصل هتكون هواند مستضيفه دكتوره دينا ابو السعود، وحوار حول موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم. خليكم معانا.